الأجواء الأجواء شوف ما أشرقت بدايته ما أشرقت بدايته أو ما اتضحت بدايته أشرقت نهايته. ثم كيتبين لكم اليوم بأن البداية هي بداية مشرقة، لا إشكال، أجواء صحية انطلقات، ما كاين إشكال، ما كاين خلاف، ما كاين. وحتى من قبل حنا حزب الاستقلال عندنا هذه القدرة لا أقول الخارقة ولكن قدرة اعتيادية على تطويق الاختلافات حتى لا تصل إلى مرتبة الخلافات وحتى لا تتطور إلى تصدعات وإلى انشقاقات. طبيعي هذا حزب عمره 100 سنة، حزب صحي، حزب كيعرف واحد الديناميه سياسيه فكريه. هذه ماشي زاويه فقط كتسمعوا بان حزب استقلال زاويه، هذا نادي فكري تتلاقح فيه الافكار، تتواجه فيه الافكار، ولكن كاين الصمود والقدره على الخروج من الازمات باكبر قدر من الربح على المستوى الحزبي، على المستوى السياسي، على مستوى التماسك، على مستوى الافكار. احنا هنا لتجديد الثقه في الاخ نزار بركه. احنا باش نجدوا الثقه في الاخ نزار بركه.